نروح لمين؟ بتكون واقع في يأس جديد، إحباط من كل ناحية، إحساس إن الموت بيقرب منك، مفيش غير تجري على ربنا. لكن تروح لجماعة العرافين واللي بيحضروا أرواح والناس اللي بتضحك على الناس وبتسترزق من وراها، ده اللي عمله شاول الملك من كتر اليأس اللي وصل له. دور على واحدة بتعرف تحضر أرواح، وده كان ممنوع منعا باتا، وكان يستوجب القتل حسب الشريعة في العهد القديم، لكن هو كسر كل الاعتبارات وكل الوصايا من كتر اليأس، كان مستبيع. ودي كانت آخر ليلة في عمره، لأنه بدل ما يروح لربنا استغر لآخر ليلة في التوبة، كان ممكن مصيره يتغير، إنما ضيع آخر فرصة لأنه راح لناس غلط.